ما شفته هيك من قبل أبداً. بحكي معه ما بيسمع، بسأله شو عم بيصير ما بيجاوبني. هو تشتت كل تركيزه بعد ما حكى مع هديك البنت. أصلي بدي أقول لك شي بس لا تعصبي. إيه؟ تيو إجا لهون ليلة مبارح، كان كتير مزعوج، قال ما بده يحكي مع المدير لهيك سكر موبايله منشان ما يوصل له. كيف هيك؟ شو يعني هذا الحكي؟ ما بعرف شي أصلي، هنن كتير معقدين، يعني شو صار لهم فجأة؟ أنا ما عم أفهم شي أبداً. أوف، ما بعرف جول، وأنا ما بعرف، يعني كأنه في حدا عامل جريمة وعم يحاولوا يدوروا على القاتل. إذا هنن ما قدروا يلاقوه رح تضل الجريمة على حدا من الموكلين ومدري شو. هذا يلي بعرفه. بما أنه هنن معتمين على قصة، فمعناته هذا الموكل بيقربهم أكيد، أو يمكن باريش بيك هو المتهم. بلكي كان بده يعترف لي بهذا الشيء. يمكن هو اتهم شي حدا وعم يعاني من هاي القصة هلأ. شي بيزعل. طيب انت شو رح تعملي هلأ؟ ما بعرف شو فيني أعمل بهالحالة غير إني يكون حده يا جول. أوف. أوبا، نحن أجينا. لك أهلين وسهلين يا أميرة ستة الحلوة. وأخيرا إجوا المسافرين من الغربة. شو صار؟ قدرتوا تلاقوا تيو؟ خبروني. لقينا أمي، لا تاكلي هم، لقينا. كيف ما آكل هم يا بنتي؟ كيف ما آكل هم؟ عقلي دايما بينشغل عليكي. طيب يا أمي ماشي، هدي شوي. يلا أنا رح أطلب لكم شاي. يلا. ولك نحن اللي منبيع شاي هون، من مين رح تطلب؟ دخيلك يا خالي نيشا، لا تسألي، هنن جابوني لهون لأشرب شاي بالقوة. والله أمي هنن عم يعملوا شي من ورانا، كانوا عم يتغامزوا كل الوقت. يا ترى هل عبين علينا هدول الاثنين؟ يلا تعالي. يلا تعالي. أمي تعي عدي هون. أصلي أنت تعي عدي هون. جول عدي هنيك محلك. أوه الحلوة إختي، مبين معي هون إنه جايكي نصيب كتير حلو، رح تتحقق كل أمنياتك ورح يصير كل شي عم تفكري فيه. بس عن إذنك شوي، أنا بحاجة أخذ البصارة إختي، وبحب إلك إنه كل شي طلبتي اليوم من قهوتنا اعتبريه كله ضيافة منا إلك، وناطرين تجي بكرة. يلا الله معك. أخي أنت منيح مو؟ بأحسن حال، تعالي أنت عدي هون. يلا خير إن شاء الله. باربا وين الشاي لألا يا ابني؟ يلا يلا جهز أخي. يلا ليكني عم صب كاسات الشاي بسرعة. يلا لأنه ناطرينك. يلا اجيت اجيت عالسريع. ها وهي اجا اطيب شاي. ها يا عائلتي الحلوة، عائلة إجليماز وجيرانهم الغالين عالبون عائلة جوركان، نحن اجتمعنا اليوم بناءً على طلب سلطانتنا الصغيرة شيشك. صح، أنا جمعتكم لأنه عندي مفاجأة كتير حلوة إلكم. أنا يلا بنتي فيكي تعمليها.
شوفوا وقفت لحالي. يا الله، بشكرك يا رب وبحمدك. دعيت لك والله تقبل. شكرا يا رب، شكرا. حربتي صغيرة، برافو عليكي. برافو بنتي، والله وقفتي بقوة، برافو عليكي. يا حبيبتي ششك، أنا وقفت على رجلي. يا عمري حبيبتي ششك، يا عمري. تعبت شي يا بنتي؟ على الأغلب بتكون تعبت. خليها تقعدي. بابا، قولي يا روحي. أنا كتير بحبك. وأنا بحبك أكتر يا روحي. أنت يا عمري، أخ، أنت بنتي الغالي. رح تجي الأيام اللي رح تمشي فيها ورح ترقدي أنت ورفقاتك لتشبعي، وأنا رح كون حدك دايماً حبيبتي. بعدك